خديجه ساعه تولي بال بدعوة من مديرية السياحة والصناعة التقليدية لوادي وجو، وفد سياحي مكون من 30 شخص تضم إطارات المديرية وجمعيات سياحية وكذا الأسرة الصحفية الإعلامية لولاية مستغانم، متوجهة نحو ولاية تيزي وجو، وهذا في إطار المبادرات السياحية والتعريف بالمؤهلات السياحية والثقافية والتاريخية لولاية تيزي وجو. في نفس الفترة يصل وفد سياحي من ولاية تيزي وجو إلى ولاية مستغانم مكون كذلك من 30 شخص، سطرنا لهم كذلك برنامج سياحي ثقافي طيلة فترة إقامتهم على مستوى ولاية مستغانم. البرنامج سيكون عبارة عن مسارات سياحية لمختلف المؤهلات السياحية والثقافية والتاريخية والحرفية. تم الاستقبال أكثر من 12 ولاية، وعليه ونظرا لنجاح هذه العملية قد تم إعادة هذه العملية هذه السنة، أين تم استقبال حوالي 14 ولاية من 4 مناطق الوطن، من الشمال من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. أما فيما يخص البرنامج المسطر لهذه المبادلات، هو برنامج متنوع فيما يخص برنامج سياحي ثري، كاين هناك برنامج ثقافي وبرنامج سياحي. اليوم رانا دو جروب هنايا وهر المستغانم، انا راني ممثل الجمعيه تاعي، راه كاين ممثلين في اطارات السياحه، راهم كاين ممثلين في غرفه الصناعه التقليديه. اليوم كما قلنا غادي نزوروا الدشره هنايا، غادي يديروا لنا الاكله التقليديه تاعهم، غادي نشوفوا المعالم التاريخيه، غادي نشوفوا الجبال، غادي نشوفوا واحد الصوالح ما راهش عندنا في وهران.